فكرة حلقة اليوم من صفحة الأستاذ محسن كرت، صفحة ثرية جداً أنصحكم بزيارتها. شاعرة يمنية تنشئ أول صالون أدبي وثقافي في اليمن وعلى مستوى شبه الجزيرة العربية. فمن هي هذه الشاعرة؟ بس قبل ما نعرف، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويلا نهدر. الشاعرة صفية محمد علي فانوس، الملقبة بالشاعرة فانوسة، وهذا اللقب هو الاسم الشائع لهذه الأديبة، لأنه جرت عادة أهل لحج إنهم لما يخفوا اسم البنت يقوموا بالتأنيث لقب العائلة. وهي أديبة وشاعرة من محافظة لحج، وصاحبة أول صالون أدبي وثقافي في عدن، تحديداً في دار سعد أو دار الأمير اللي كان وقتها يتبع للسلطنة العبدلية. اشتهرت فانوسة بجمالها وثقافتها ومناظرتها الرجال في الشعر، والصالون الأدبي اللي أنشأته فانوسة كان يرتاده كبار الشعراء والأدباء والفنانين، وكانت تقيم فيه أنشطة أدبية وثقافية وفنية ومساجلات شعرية، ومن خلال هذه الأنشطة كانت تقدم مواهب جديدة على الساحة وتدعمها وتبرزها، ولها الكثير من القصائد اللي تغنى بها عدد من الفنانين الكبار وأبرزهم فيصل علوي وأبو بكر سالم ومهدي درويش. ومن أجمل أعمال الأديبة والشاعرة صفية فانوسة أغنية تحدى الحب يا ويلة، اللي غناها مهدي درويش على مسرح البادري بكريتر عدن، وكان وقتها بسن صغير لكنه قام بأداء الأغنية بشكل مبهر، فحفزته الشاعرة فانوسة وشجعته وأهدته راديو ترانزستور اللي كان وقتها يعتبر هدية ثمينة جدا. نجي الآن لقصيدة أخاف والخوف منك. هذه القصيدة الرائعة والخالدة اللي كتبها الشاعر الكبير صالح نصيب، وكتبت هذه القصيدة خصيصاً للشاعرة صفية فانوسة بسبب إعجابه بذكائها وثقافتها وجمالها اللي اشتهرت فيه. وتغنى الكثير من الفنانين بهذه الرائعة مثل الشهيد فضل محمد اللحقي وعلوي فيصل علوي وفيصل علوي. أخاف منك عليك، أخاف يغريك حسنك، الشاعرة فانوسة ما كانت تتمتع بحس جمالي وثقافي فقط، بل كان عندها حس وطني قوي، فكان بيتها ملجأ لأي شخص تتعثر فيه بالسبل في أوقات حظر التقوال في عدن، فكانت تخرج للناس الأكل والوسايد والفرشان، كانت أم وملجأ لأبناء وطنها، ويدها ممدودة مش بس للفنانين والمبدعين وكمان للفقراء والمساكين. وحالياً تعيش متنقلة ما بين الإمارات والقاهرة وبريطانيا، وهي تعتز وتفتخر بعلاقات الصداقة مع الكثير من المبدعين في عدن ولحق، وفي مقدمتهم الأستاذ نصيب، ودائماً ما تتحدث عن إعجابها بالأستاذ نصيب رحمة الله عليه عن رائعته الجميلة أخاف منك. وقبل الختام، منتدى فانوسة الأدبي يا حبايب هو أول منتدى على خارطة شبه الجزيرة العربية، ولا يقل أهمية عن صالون مي زيادة في القاهرة. وهذه الشاعرة اليمنية اللحقية كانت السباقة في توسع الأدب الشعري وانتشاره على مستوى اليمن وخارجه، وتعتبر نموذج مشرف لثقافة المرأة اليمنية. بالأخير يا حبايب، لا تنسوا مشاركة الحلقة والاشتراك في القناة، ولو فيكم طافة دخلتوا تشوفوا المصادر في صندوق الوصف. سلام يا حبايب.